قامت فخامة الرئيس كوليندا غرابار كتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة عصر اليوم بزيارة إلى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث اطلعت على أرجاء المركز المختلفة وعلى هذا الصرح الحضاري وما احتواه من مسارح وقاعات وما تتميز به من تجهيزات عالمية. ورافق فخامتها خلال الزيارة رئيس بعثة شرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن. قامت فخامة الرئيس كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة ظهر اليوم بحضور حفل افتتاح سفارة جمهورية كرواتيا الصديقة في منطقة غرب مشرف، وحضر الافتتاح معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري عجران العجران. أتطلع كذلك لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي وفي التجارة والاستثمار، كما أدعو السياح الكويتيين لزيارة كرواتيا التي تعد البلد الأجمل في العالم، مع كامل تقديري لبلدنا المضيف الكويت حيث استمتعنا بوقتنا هنا. شكرا لكم على حسن ضيافتكم، وباسمي واسم الوفد المرافق أود منكم معالي الوزير أن تنقلوا لسمو الأمير إننا شعرنا وكأننا في بلدنا خلال اليومين الماضيين، ونتطلع لاستمرار تعاوننا وعلاقاتنا الثنائية. وأستغل الفرصة للإعلان عن افتتاح هذا المبنى كمقر لسفارة جمهورية كرواتيا في دولة الكويت.
قامت فخامة الرئيس كولين داغرابار كيتاروفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامتها صباح اليوم بزيارة المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث اطلعت على هذا الصرح الحضاري الذي يحمل رسالة واضحة تهدف إلى نشر المعرفة وتنمية الوعي بأهمية المحافظة على البيئة. وقد كان في استقبال فخامتها رئيس مجلس إدارة المركز العلمي سامي فهد الرشيد، وقد رافق فخامتها رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن. على شرف فخامة كولين داغرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامتها، أقام رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن ظهر اليوم مأدبة غداء بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. غادرت البلاد مساء اليوم فخامة كولين داغرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة والوفد الرسمي المرافق لفخامتها، وذلك بعد زيارة رسمية للبلاد. أجرت فخامتها خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. هذا وقد كان في وداع فخامتها على أرض المطار رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن.